the biggest club in Africa. الأهلي هو أكبر الأندية في إفريقيا. تاريخ إنشائه كبير منذ عام 1907. لعب فيه منساء وأدائي. الأهلي حقق 8 بطولات إفريقية وحاليا نعلم أن عنده لاعبين من أبرزهم محارب وباكاماني. الأهلي أكثر الأندية حصولا على دور الأبطال. الأهلي أحد أكبر الأندية في إفريقيا. أتذكر حصولهم على دور الأبطال على سان داونز فهو أفضل الأندية في إفريقيا. الأهلي لديه لاعبين من دول مختلفة مثل باكاماني من جنوب إفريقيا وأيضا الهداف محمد أبو تريكة. الأهلي الأفضل هو أكبر الأندية على مستوى إفريقيا كلها. كان لديه نجم مثل أبو تريكة واعتزل منذ فترة. محمد أبو تريكة. About this team, I know this team is the biggest team in the whole Africa. أعرف أن الأهلي أكبر الأندية بالطبع فهو يمثل التاريخ فعندما تلتقي معه وكأنك ستواجه التاريخ. الأهلي الأفضل في القارة يليه مازيمبي الكونغولي وأورلاندو من جنوب إفريقيا. الأهلي بالفعل أكبر الأندية في القارة. لديه الخبرة ومهاجم رائع كوليد أزارو. هو رائع في أسلوبه في التهديف ومميز ويتحكم في الكرة. يعرف ما يريد. وقادم من المغرب ولاعب ذكي.